ليش احنا ندعم فلسطين على حساب احلام اللاعبين؟ ماذا تقول؟ نفخر انهم رفضوا يلعبوا مع الاسرائيل. طيب انهم معانا يعني رسم قرار على الفيفا انه تغير الاشي، اكيد عنصريه بحق المسلمين، وطبعا دعمهم لاسرائيل يعني اكيد ليش يلغوا الاشي، عن يشيلوا الاستضافه من اندونيسيا عشان ما استضافت اسرائيل. والله رايي انه اندونيسيا حقت احنا لازم نقف معها، انه هي رفضت كل تطبيع مع الكيان الصهيوني بمقابل انه العرب كل الدول العربيه طبعت مع اسرائيل. يعني احنا لازم نقف مع اندونيسيا اخواننا وشعبنا واهلنا. والله موقف مشرف جدا. تمام، لانه في ظل هاي الاوقات اللي احنا بنعيشها من الصعب جدا انك تلاقي هيك دوله واقفه مع الشعب الفلسطيني في ظل يعني كل الضغوطات اللي بتعانيها الدول. فموضوع انه تلاقي دوله زي مثلا اندونيسيا ماليزيا الجزائر تلاقيها واقفه في صف الشعب الفلسطيني مع كل الضغوطات اللي بتواجهها من العالم ككل ومن اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية بشكل خاص. فموقف كتير مشرف ويعني بنرفع فيه الرأس صراحة. ما شاء الله. ممكن نستفيد انه في ظل تطبيع الدول واغلب الدول العربية طبعت مع اسرائيل، الا انه شفنا هذه المبادرة الحلوة من اندونيسيا يعني خلت الشعب الفلسطيني والاندونيسي يتوحد وتزيد المحبة بيناتنا. واستفيد انها وقفت معنا معنويا، وانه هي وقفت معنا في القضية، عملتنا في القضية الفلسطينية، رفضت كيان اسرائيلي هو مش موجود اصلا، فهي دعمتنا هيك، وجدت للعالم انه هذا الكيان مش موجود. هي هيك اجت للعالم انه فيش اشي اسمه كيان اسرائيلي، بيثبت لنا انه احنا لسه في ناس ورانا ما شاء الله، انه لسه الدنيا بخير ولسه في ناس شايفين القضية في امل. تمام. طيب اجيت فيفا دائما تحكي انه افصل بين السياسة والكرة. خلي المنتخب الاسرائيلي هذا الغلبان يلعب في عندكم في جاكرتا في اندونيسيا، ليش انتوا ترفضوهم؟ طيب انا بخصوص بدي اوضح كيف العالم بيمشي. الفيفا لو هي فعلا يعني تدعي الديمقراطية وحرية التعبير، تمام، حاليا في الازمة الاوكرانية الروسية كل العالم واقف مع اوكرانيا على انه مظلومة وروسيا هي الظالمة، اوكي تمام مش 100%. طب لكن في المقابل هي الاحتلال الاسرائيلي تقريبا فوق 70 سنة متعرض للظلم، ولا عمرنا شفنا اي اجراءات مضادة في حق الاحتلال الاسرائيلي. يعني مثلا ما عمرنا شفنا والله انه منع المنتخب الاسرائيلي مثلا من المشاركة من بطولة كذا كذا او مثلا من بطولة كأس العالم بسبب جرائم حق الشعب الفلسطيني، عمرنا ما سمعنا هذا الموضوع. فهاي بسموها هي ازدواجية المعايير. العالم مش عادل، مش عادل، المتحدة ليست عادلة، الفيفا ليست عادلة. يعني كلهم بيوقفوا مع الصهيونية. جميل. ليش احنا ندعم فلسطين على حساب احلام اللاعبين؟ ماذا تقول؟ انه هكذا خطوة يعني كتير شجاعة، تمام، تطلب يعني ناس اخوياء انه يتخذوا قرار. المبادئ لا تجزى، ايش بيسموها، الكرامة ضربتها عالية جدا. تمام، وبدها تضحيات. ممتاز. طيب ما هو رسالتك للإخوة الأندونيسيين وخاصة للشباب في منتخب الأندونيسي دون سن 20؟ أولا نشكر الشعب الأندونيسي خاصة فئة الشباب والحكومة على هذه المواقف المشرفة والشجاعة صراحة في التي اتخذوها في الآونة الأخيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا نوجه رسالة للشباب واللاعبين أيضا بأن الحلم لم ينتهي بعد، قد تكونوا خسرتم هذه فرصة المشاركة في كأس العالم هذه السنة، لكن بإذن الله سيكون كأس العالم المرة القادمة على الأراضي الفلسطينية في عاصمتها القدس الشريف إن شاء الله، من هذه الأرض المباركة أرض فلسطين، أرض غزة بالتحديد. وفي هذا الشهر المبارك ندعو لكم بالسداد والتوفيق
وإن شاء الله يعني ما بضيع مجهوداتكم، ونتمنى لكم كل خير دائما على هذا الموقف المشرف اللي اتخذته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Akhirnya FIFA memutuskan untuk tidak jadi mengadakan Piala Dunia U20 di Indonesia. Jujur, saya juga sangat kecewa. Saya sedih sekali sebetulnya terhadap keputusan ini. Karena siapa sih yang nggak mau melihat timnas Indonesia ini bangkit, mengejar impiannya, mewujudkan cita-citanya. Semua pengen. Namun di satu sisi, kita nggak mau juga mengorbankan rasa kemanusiaan kita, prinsip-prinsip hati nurani kita, konstitusi kita yang jelas menentang penjajahan imperialisme dan kolonialisme. Nggak fair teman-teman kalau kita yang kecewa ini malah menyalahkan ormas atau masyarakat Indonesia yang menolak kedatangan Israel ke Indonesia. Nggak fair juga dong. Harusnya kemarahan ini kita arahkan ke FIFA. Kenapa mereka begitu lemah di hadapan penjajah itu? Kenapa mereka ini terlalu all out, terlalu buka-bukaan dalam mendukung penjajahan Israel? Kenapa mereka tidak berani mempraktekkan prinsip mereka ketika Rusia misalnya di ban, Rusia itu tidak boleh ikut di ajang olahraga internasional oleh FIFA dengan alasan Rusia ini menjajah Ukraina? Kenapa tidak mereka praktekkan itu ke Israel? Kenapa mereka harus takut sama Zionis itu? Jadi marilah teman-teman, kita semua anak-anak muda terutama, kita harus berpikir kritis. Kita jangan mau dipermainkan oleh FIFA. Dan kita harus mendengar hati nurani ketika mengatakan, menjadi juru bicara FIFA dan mengatakan jangan campur aduk antara politik dan olahraga. Kenapa kita tidak mengkritisi FIFA itu sendiri terhadap keputusan mereka yang menyampur-campur aduk antara politik dan olahraga? Kenapa kita menutup telinga kita, mata kita, dan kita berusaha untuk mentaati FIFA padahal mereka sendiri tidak konsisten dalam memegang prinsip mereka? Harusnya kita ini, kemarahan kita ini diajukan kepada FIFA. Harusnya mereka berani menghormati Indonesia sebagai tuan rumah, tetap berjalan Piala Dunia, dan mereka mulai mengarahkan senjata mereka itu ke penjajah itu. Jangan malah kita jadi korban. Jangan malah akhirnya masyarakat Indonesia, anak-anak muda Indonesia terpecah-pecah, terpecah belah. Dan yang sangat disayangkan teman-teman, sebagian masyarakat kita ini jadi antipati terhadap Palestina karena menganggap bahwa Palestina telah merenggut impian dan cita-cita timnas Indonesia. Enggak salah Palestina dan enggak salah juga kita yang tidak rela jiwa kemanusiaan ini digadaikan. Enggak salah kita, tapi yang salah ya FIFA. Mereka yang sengaja memang mengadu domba. Mereka sengaja diskriminasi terhadap Palestina. Mereka tidak berani menghadapi Israel, mengecam Israel, memboikot Israel yang telah menjajah lebih dari 70 tahun Palestina. Jadi teman-teman, sekali lagi, jangan luapkan kemarahan kita terhadap sesama kita. Jangan luapkan kemarahan kita terhadap Palestina. Tapi FIFA lah yang bertanggung jawab atas hilangnya, gagalnya ikutsertaan timnas Indonesia dalam Piala Dunia Under 20. Semoga ini semua bisa menjadi pelajaran buat kita semua teman-teman. Dan buat teman-teman di timnas Indonesia, timnas sepak bola U20 di Indonesia, jangan patah semangat, kami terus mendukung kalian insya Allah dengan atau tanpa menjadi tuan rumah Piala Dunia. Insya Allah di kesempatan mendatang kalian pasti bisa masuk dalam putaran final Piala Dunia Under 20 atau jenjang atasnya. Yang pasti teman-teman, ini bukan akhir dari segalanya. Ini bukan akhir dari impian itu. Bagaimanapun, ini adalah sebuah kehormatan bagi kita semua. Kita menjaga terus nilai kemanusiaan kita, meskipun harus mengundur sedikit target jangkauan kita untuk mewujudkan timnas Indonesia masuk ke dalam Piala Dunia. Sekali lagi saya doakan semoga sukses timnas Indonesia depannya bisa masuk putaran final Piala Dunia, dan semoga pengorbanan kita ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah menunjukkan bukti nyata dalam menentang penjajahan dan kezaliman, kejahatan Israel terhadap Palestina. Dari Jalur Gaza, Muhammad Hussein, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.